In Congress, I've come to know the Iranian people's struggles through so many of their expatriates who have found. أعلم أن الشعب الإيراني يعاني في عدة أماكن. شغفهم نحو الحرية وهو شيء معروف لكل ما أعرفهم، والتزامهم لتحرير إيران هو ما يجمعنا جميعا الآن. هؤلاء المقاتلون من أجل الحرية وحول العالم، والأهم هو في داخل إيران. هذا الإصرار المتنامي هو الذي سوف يساعدهم. إن المنتخبون من الشعب الأمريكي هم سوف يدعمون الحرية والعدالة في أمريكا. أمريكا ومنذ قرنين ونصف ما زالوا يحاربون من أجل الحرية، ولا زلنا نتذكر أنه كلما كنا أقوى كلما كان حلفاؤنا أقوى في التجمع معهم. لذلك نحن نتجمع اليوم، ولذلك نعرف كيف أن الإيرانيين سوف يقفون قريبا على أرضهم المحررة. There are more original co-sponsors on this resolution than we saw when a similar measure was. هناك عدد كبير من المراسلين في هذا الاجتماع مما أكثر مما كان قبل عامين، وهذا يريكم عدد تنامي الدعم الأمريكي. نحن مختلفون على عدة أشياء كأحزاب، ولكن ليس على هذا الشيء. في هذا الموقف نحن متحدون في دعمكم. هذا القرار يستهدف الجرائم الإيرانية التي يخوضها النظام الإرهابي والذي يدعم القوى النووية. اليوم نرى نساء في إيران يقودن المسيرة ضد هذا النظام الإسلامي الفاشي، عندما الذي قتل محسا أميني هو شرطة الأخلاق الإيراني. لا يمكن لهم أن يعاملوا الشعب كممتلكات، ولا يمكن أن يعاملوا أبناء وبنات الشعب الإيراني بهذا الشكل. نحن نتذكر أن هذه ليست أول جريمة قتلها. هناك قبل عقود كان هناك 30,000 من الأسرى السياسيين تم قتلهم، وتم استهداف كثيرين من الشعب الإيراني في دفاعهم عن أنفسهم. كل هذه البشاعات توضح مدى بشاعة النظام الإيراني، والذين يتحامى وراء الحرس الثوري الإيراني. إنها مسألة وقت، والوقت ينفذ بالنسبة لهم. بهذا القرار فإن الكونغرس يعبر عن التزامه لهذه القضية، لنؤكد على الكثير من الانتهاكات بحق الإنسانية والدبلوماسية، وأننا نقول للشعب الإيراني وللعالم أننا نقف مع المقاومة المنظمة وضد النظام الفاشي الظالم الذي يخرب الشرق الأوسط بالإرهاب. Of the Iranian revolution is upon us in two days. إن الذكرى السنوية للمسيرة في الثورة الإيرانية نريدها أن تكون آخر ذكرى يحتفل بها هذا النظام الرجعي. Let the next anniversary be one of liberty. نريد أن تكون الذكرى القادمة هي ذكرى التحرير والحرية والشكر. ذكرى سوف تخلد إيران جديدة التي تستعيد حريتها وعدالتها ونموها كأمة من أمم العالم. نريد أمة علمانية حرة ديمقراطية تحترم حرية التعبير وحرية وكل الحريات وحرية الإيرانيين لانتخاب قيادتهم حتى يخلقون إيران جديدة. Here is what the representatives of the American people on this resolution have to say. هذا ما يقوله المشرعون الأمريكيون في هذا القرار، أن مجلس النواب يدين كل الإجراءات التي يقومها النظام الإيراني ضد الإيرانيين والأمريكيين، وبما في ذلك الهجوم على الممثلين الإيرانيين في عام 2018. ندعو الجميع للعمل مع الشركاء الأوروبيين وتحميل النظام الإيراني المسؤولية على كل الإجرام والإرهاب الدبلوماسي
الذي ينفذه النظام الإيراني والدبلوماسيون التابعون له، ونطالب بإغلاق مؤسساتهم وطرد ممثليهم. نشجع الشعب الإيراني بالاستمرار في المطالبة بحقه ضد الاضطهاد، وندعم المتظاهرين الإيرانيين ضد هذا النظام الإرهاب، وأخيرا ندعم الشعب الإيراني ودعمهم في تنفيذ دولة جمهورية ديمقراطية وعلمانية. سيداتي وسادتي، التاريخ يقف إلى جانبكم، الجميع يقف إلى جانبكم، ومن يحبون الحرية أيضا يقفون إلى جانبكم. هذه اللحظة هي لحظتكم، هذا الوقت يخصكم. نتمنى لكم التوفيق، الله يكون في عونكم. والآن يشرفني أن أقول أن عضو الكونغرس سوف يتكلم إليكم، أنا أقدمه. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم للتركيز على هذا القرار المهم جدا. الرقم لعدة عقود النظام الإيراني ظل ينتهك حقوق الشعب الإيراني، وهذه الدولة ترعى الإرهاب وهي تفعل ذلك ضد شعبها، لا سيما النساء والفتيات. يتحكمون بحريتهم، كيف يبدون مظهرهم وحقهم في التعليم وحقهم في الحياة. أن القهر الذي يمارسه النظام ضد الفتيات والأطفال والعقوبات التي تنفذها النظام لم تبدو هذا الجرائم أكثر وضوحا مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية. ماسا أميني تم قتلها على يد شرطة الأخلاق الإيرانية. ثلاث كلمات بسيطة أصبحت جريمة: النساء، الحياة، والحرية. آلاف من المتظاهرين من أبناء الجامعات خرجوا إلى الشوارع يطالبون بالحرية، وهذا له صدى حول العالم، وهذا يظهر أن المقاومة الإيرانية ظهرت، الدعم للمظاهرات الإيرانية ظهر حتى في بلدنا. وهناك الآن الأحزاب لدينا ترسل رسالة واحدة: الولايات المتحدة متحدة وصامدة ومستمرة في دعمها للشعب الإيراني القوي الذي يطالب بمستقبله. كل واحد منا هنا في هذا المبنى من خلال الحزبين، نحن نؤكد عنا أننا نحمل النظام الإيراني مسؤولية خروقات المتعاظمة نجاح حقوق الإنسان، ولذلك نحن مع القرارات لتخرج من هنا، أنا وزملائي هنا. فلنرى من سيتحدث إليكم الآن. Next on our list is Congressman Randy Weber of Texas. Randy Weber من تكساس هو المتحدث. Well, thank you, and I am absolutely. أشكركم جميعا، وأنا فخور جدا بالوقوف الآن مع زملائي لأشدد على حق الشعب الإيراني في نقاط في قتالهم من أجل تحقيق جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية. This resolution that we هذا القرار for doing this offers highlights. وأشكر من عمل عليه. Rejected monarchic dictatorship and are opposing. نحن نرفض النظام. نحن رفضنا للنظام الملكي الدكتاتوري. Horrified by this parent. أنا مرعوب من هذا النظام المذعور. الذي يقاتل أبناءه ومواطنيه الذين يحبون الحرية. لابد لهذا النظام أن يخاف، أليس كذلك؟ وأنتم تمرون معنا. هو يتمسك بالسلطة بأي ثمن ويستدعم الدين ويضغط من خلاله ويضحك الحريات. ولكن المسلمين يعرفون أن
عن هذا النظام لا يمثلهم، أليس كذلك؟ لابد أن نعمل جميعا على أن يلاقون مصيرهم الذي يستحقونه. نريد من العالم أن يقر بحق الشعب الإيراني كما هو الحق لشعبنا هنا في الولايات المتحدة، حقه في العدالة، وكما تنص عليه منظمات حقوق الإنسان. التعديل الثاني في منظمة حقوق الإنسان لدينا هنا يضمن حريات بما في حرية الدين وحرية التعبير. هؤلاء الذين لا يقدرون القوة لابد أن نرى كيف أن إيران تستخدم القوة المميتة ضد شعبها الذي لا يملك وسائل دفاعية. هؤلاء دكتاتوريون، ولكن هذه الثورة هذه المرة تركز على إنهاء كل أنواع الدكتاتورية في إيران. هذا واضح في كل الشعارات التي تقول الموت الموت للدكتاتور سواء كان الشاه أو القادم أو الملك. I applaud all who are demanding an end to the totalitarian regime. أعرف أن كل من يطالبون بإسقاط هذا النظام الدكتاتوري أدعمهم. من هذه المسيرات لهم الحق في مهاجمة كل هؤلاء الدكتاتوريين الذين لم يتم انتخابهم. أمريكا تقر والعالم يقر أيضا بحق هؤلاء في التظاهر، ونريد من كل شعوب العالم أن ترى أن مريم رجافي هي ستكون من يقود إيران الجديدة. The resistance 10-point plan for the future of Iran calls for the universal right to vote, free elections. المقاومة في المقاومة حق قادم للإيرانيين على أساس العرقية والدين والسياسة الخارجية الذي سوف ينتهي بنا إلى إيران غير نووية ديمقراطية وعلمانية. The new colossus calls out from our beloved Statue of Liberty, and I'm quoting. سوف أقتبس لكم من قوانين. Whose flame is the امرأة لدينا؟ And I. Mother of exiles. End quote. So I'm reminded again of Madame Rajafi. أنا أتذكر تماماً أن مريم رجفي لم تكن خائفة أبداً، لم تعبر، ونحن محظوظون جداً بأنها معنا الآن. And I'm inspired to paraphrase that great. وأنا ملهم بما تقوم به. We stand with the people of Iran. نحن نقف مع الشعب الإيراني. Khomeini gone. We want the IRG. نريد الخميني أن يذهب، ونريد حرس الثورة أن يذهب من هنا، ونريد بهذا النظام أن يسقط. We are tired of the tyranny. نحن سئمنا من هذا النظام الإيراني، وأنا فخور. نحن نقف مع الشعب الإيراني. أنا فخور بالتعبير عن دعمي للشعب الإيراني. Next, I'm very pleased to introduce Congressman Bill Johnson. عضو الكونغرس الآن بيل جونسون. Well, I want to thank my good friend. أريد أن أشكر أصدقائي من كاليفورنيا الذين جمعونا هنا اليوم لنناقش الفضاء التي يقوم بها النظام الإيراني. أعلم أن خدمت في القوات الأمريكية من أكثر من 27 سنة، ولقد كانت هناك أيام عندما كان إيران لم تكن فقط حليفنا لنا بل كانت صديقة لنا. لقد عملت جمع الضباط الإيرانيين، وقد كانت أيام مختلفة تماما عما هو الآن، ولكن إيران اليوم هي تخترق كل حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران، والنساء غالبا في إيران هم الضحايا. حقوق النساء تراجعت بشدة في إيران منذ الثورة في السبعينات. الأمهات والبنات والزوجات كلهن يتعرضن للضرب والاغتصاب لأنهن يقفن ويطالبن بحقوقهن الأساسية. بالإضافة إلى هذا العنف الذي تمارسه ضد شعبها، فإن إيران تدعم روسيا في حربها الدموية على أوكرانيا، وكلنا يعرف كيف أن الحرب الإيرانية الحرب الروسية تؤثر على الأبرياء في أوكرانيا. إدارة بايدن
قرر قطع هذا الاتفاق مع إيران ومنع إيران من تزويد السلاح لروسيا. فلنكون واضحين، النظام الإيراني هو نظام عدواني عنيف، وهو لا يحق له أن يمتلك، وهو ليس مؤهل لامتلاك سلاح نووي. وهذه رسالتي للرئيس بايدن إذا كان يسمعني: لا تستمر في الحديث عن اتفاق نووي، لأن النظام الإيراني هو نظام مضاد لمعادي لأمريكا ولحقوق الإنسان ومعاييرنا لحقوق الإنسان. اليوم نحن ندعم كل الشعب الإيراني الذين يحاربون من أجل حقوقهم، بالذات النساء الشجعان الذين يحاربون النظام. النظام الإيراني لابد، لا يمكن له أن يتم مكافأته بأموال وبالدعم، وأنا سوف أستمر في محاربة هذا الاتجاه الذي يذهب إلى دعم النظام الإيراني بالمال أو بالاتفاقات النووية. نيل دان من الكونغرس يتحدث الآن. شكرا جزيلا لكم. أنا فخور جدا أن أقف أمامكم الآن وأعبر عن دعم الديمقراطية والعلمانية وإيران الغير نووية. أنا فخور جدا بهذه الشجاعة والتضحيات التي يقدمها الشعب الإيراني والمتظاهرون الإيرانيين خلال هذه المظاهرات وخلال السنوات العشر الماضية، الذين استمروا في محاربة الحكومة الفاسدة. كل هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان تشكل خطرا على حياة هؤلاء المتظاهرين، ولكنهم قرروا أن يستمروا في العمل من أجل إسقاط النظام. إيران النووية هي تهديد للأمن الدولي والولايات المتحدة والعالم. إيران مستمرة في محاولة خداع العالم، وأن تقول أن هذه الإدارة لابد أن يستمروا في استهداف أو في التركيز على العقوبات ضد هذه الحكومة. هذا القرار أنا فخور به، لأنه يدين الدولة الإيرانية على العادات الإرهابية، وتشجع الشعب الإيراني أن يستمر في القتال من أجل حقوقه الأساسية. لابد أن نعمل جميعا حتى نوفر هذا الدعم، حتى نحصل على 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 جمهورية حرة وديمقراطية. And next, I'm very pleased to introduce my neighbor in California, Congressman Kevin Kiley. Kevin Kiley من كاليفورنيا هو المتحدث التالي. Thank you, Congressman McClintock. أشكركم جميع أعضاء الكونغرس. هذا القرار قرار مهم. And thank you, everyone, for being. وأنا أحد المشاركين به، وأنا فخور بذلك. ومن الجميل أن أكون معكم. في الأشهر الأخيرة، جميعنا كنا ملهمين بالشجاعة والقوة والحزم الذي مارسه أو أظهره المتظاهرون في إيران. بالتساوى أيضا كنا أيضا ننتقد أو نهاجم هذه القسوة التي يمارسها النظام ضد شعبه، بعيد وإهمال كل القيم الإنسانية التي نؤمن بها. من المهم جدا أن نقف جميعا جنبا إلى جنب في دعم الشعب الإيراني وندين الانتهاكات التي يمارسها النظام. بالتساوي أيضا من المهم الولايات المتحدة يجب ألا تقوم بأي شيء يدعم هذا النظام، وتستخدم كل قوتها لمنع هذا النظام من استهداف شعبه. أنا فخور جدا أن أكون هنا. أريد أن أشكركم جميعا، أريد أن أشكر كل من هو في المجتمع الإيراني الأمريكي والذين هم اليوم هنا، والذين لقد كانت الأشهر الأخيرة أشهر صعبة ولكنها أيضا مليئة بالأمل. لابد أن نقوم بكل ما بوسعنا لنضمن انتصار الشعب الإيراني، ونؤكد على أن الولايات المتحدة دائما سوف تقف إلى جانب الحريات. Mrs. Rajavi, your leadership. Ms. Asayda Mujabi, قيادتك لقد كانت ملهمة للشعب الإيراني ولشعوب العالم. ولا يمكن الانتظار حتى أقابلك بشكل شخصي في إيران في يوم التحرير. And the freedom-loving people of Iran have worked so hard. الشعب الذي يحب الحرية في إيران يعمل بجد حتى يحدث ذلك في المستقبل القريب.
Thank you very much. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم لأعضاء البرلمان. أريد أن أشكر كل أعضاء الكونغرس الذين هم اليوم هنا. لقد أنتم تمثلون القيم الأمريكية، قيم الشعب الأمريكي. فهم الشق الحقيقي من التاريخ. أنتم تدافعون حق تدافعون عن حق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله وأن يحارب النظام الإيراني الذي يستخدم كل الموارد لقمع المتظاهرين. هذا في الذكرى الثورة ضد الدكتاتورية في العام 79 حينما قام الشعب بإسقاط نظام الشاه، ولكن الخميني خطف الثورة وأسس الدكتاتورية الدينية. اليوم وبعد 40 سنة المقاومة الشعب الإيراني هو مستعد مرة أخرى لإسقاط شكل آخر من أشكال الدكتاتورية. نريد أن نضع حداً لقرن من الدكتاتورية وأخيراً نؤسس لديمقراطية هي حقيقية وديمقراطية علمانية. ولكن ما نراه في إيران اليوم هو ثورة أخرى. هذا نتيجة 40 عاماً من المقاومة المنظمة والمحاربة ضد هذا النظام. أكثر من 120 ألف إعدام سياسي. وهذا يعني أن الثورة أيضا سوف تنجح. نحن هذا ما يظهر أننا مستعدون لدفع الثمن الذي نحتاجه لإنجاح هذه الثورة. الشعب يرفض كل أشكال الدكتاتورية في الماضي والحاضر، ونحن فقط نتطلع إلى المستقبل وهو مستقبل ديمقراطي جمهوري على الفصل بين الدين والدولة وتساوي النوع الاجتماعي وإيران غير نووية. لذلك أريد أن أقول أن أشكركم جميعا على هذه المبادرة في الكونغرس التي يدعمها الحزبان الكبيران في أمريكا في دعم الشعب الإيراني وثورته والمقاومة الإيرانية. أشكركم جميعا، أشكركم جزيلا. We're going to pause for just a moment. I'm told there are a number of other members who also want to speak on this very important issue who are arriving shortly. هناك متحدثون آخرون على وشك الوصول وهم أيضا يريدون التحدث عن هذه القضية. Ladies and gentlemen, it's now my pleasure to introduce Congressman Joe Wilson of South Carolina. Joe Wilson, عضو الكونغرس من ساوث كارولاينا يتحدث إليكم الآن. And ladies and gentlemen and friends of السيدات والسادة أصدقاء الشعب الإيراني الحر. Okay. If he's on your side, you will win. And ما دمنا بجواركم فسوف تنتصرون. Appreciation of the great culture. أريد أن أعبر عن امتناني للثقافة الإيرانية العظيمة. Countries of the world. واحدة من أهم الثقافات في العالم. At my wedding many years ago, the significance. أريد أن شخصياً وقبل عدة سنوات يوم الزفافي. Were Ali and Ezzet Devani, and so from Irmo, South. السيد ديفاني. And then I'm really grateful. من جنوب كارولينا. In our office, Karen Karami was the toughest. Karen Karami أيضا زارني في مكتبي. Because she's a really. ولقد نجت من قمع النظام. وهي سيدة عظيمة. It is personal, but. أريد أن أقول أنه عدة مرات هو شخصي، ولكن أن ما يلهم الشعب الإيراني الشباب والعالم أن العالم في تنافس بين الديمقراطية
والأوتوقراطية. وما لدينا الآن هو الشعب قوي وشاب وحتى رجال من أعمارنا نحن يريدون أن يطبقون القانون. ومن المحزن أن نرى نتائج هذا الحكم العسكري أن يعيد البلاد إلى عقود إلى الوراء. ما يلهمنا أيضا هو أن الشعب الأوكراني كيف يقاوم نظام بوتين، وهناك عشرات الآلاف من الشباب الذين فقدوا أرواحهم، وأيضا نقول الذين ضحوا بأرواحهم، وحتى الشباب الروس الصغار الذين ضحوا بأرواحهم. لابد أن نقول أيضا أن هناك التهديد أن الحزب الشيوعي الصيني كيف يهاجم تايوان، ولابد أيضا أن نرى أن هناك تهديدا من الشرق الأوسط ولكل حلفائنا في الشرق الأوسط بحكم قدرة الثيوقراطيون في إيران، عندما يكون لديهم القدرة على تطوير سلاح نووي وتكنولوجيا نووية من بلغاريا إلى الهند وجنوب جنوب شرق أوروبا. كل هذه الدول أريد أن أشكركم جميعا وأريدكم أن تأتوا دائما إلى هنا. لابد أن أقول لكم أنكم تلهموننا للديمقراطية في العالم، وأنا سعيد بأن أكون معكم اليوم. وأريد أن أقول لكم بحق أن يبارك الله بالشعب الإيراني. You know, as I said earlier, Americans disagree on many, many things. كما قلت لكم أن الأمريكيون يختلفون كثيراً عن عدة أشياء، ولكن نجتمع في هذا الكونغرس لنتحدث عن اختلافاتنا، ولكن هناك شيء واحد يوحدنا جميعاً وهو حرية الشعب الإيراني، وأنا فخور بأن أقول ذلك. عضوة الكونغرس جاكس لي من تكساس تتحدث الآن. First, let me honor Madam Miriam Rajavi for. أحيي سيدة مريم رجفي على قوتها في القيادية وعدم الخوف وشجاعتك وبطولتك وقتالك من أجل الديمقراطية. لا تستسلمين أبدا. نحن فخورون بوجودك معنا اليوم. أريد أن أشكرك على هذه المساهمة. من المبهج أن أكون هنا مع أصدقائي والذين سويا كنا نمتلك القدرة للموافقة على هذا الترك، أن نجعل الكونغرس أن يركز على الحرية والديمقراطية، وهذا هو شيء متفق عليه بين جميع الأعضاء. نحن لا نختلف أبدا على القضية وعلى السؤال والجواب. متى يجب أن تكون إيران حرة؟ والجواب هو الآن. So I'm excited about introducing أنا سعيدة is a resolution that continues بهذا القرار الذي يحافظ على نفس الحرية، اللغة الخاصة بالحرية، ويطالب باستمرار تطبيق العدالة ومحاربة النظام على عدم عدالته وعلى التعذيب والإعدامات غير العادلة. وجميعنا من يحب التاريخ الفارسي لابد أن ندعم الشعب الإيراني. نريد لهذا الشعب أن يحتفل بحقوقه والديمقراطية في بلاده. أنا هنا الآن حتى أحتفل هي الرسالة التي ترسلها القيادة، وأحتفل بالرجال والنساء، وفخور أكثر بقيادة النساء، وأن ما يحدث في الشوارع في إيران هو شيء عظيم. لن ننسى أبدا أحباءكم الذين الذين هم مدفونون في المقبرة خارج واشنطن، الذين ماتوا منذ عقود. مارك تشاميني
الذي وقف في وجه الحرية وما كان يجب أن تموت بالطريقة التي ماتت بها، ولكنها كانت امرأة قوية شجاعة وكان عمرها تقريبا 23 عاما وقد كانت واضحة وبسيطة. نريد لهذه المعركة أن تستمر داخل الكونغرس في المجلس أمام الرئيس الأمريكي. لابد أن نكون الغطاء الأكبر للأمة وللعالم ولإيران. لن نقف حتى تتحرر إيران. دعوني أشكركم جميعا هم من تجمعون اليوم هنا، وأشكركم على اعترافكم بقيمة الديمقراطية وأنها أن الديمقراطية هي ما يمتلكه، هي ما تشكل قوتنا وما تشكل تاريخنا. لابد أن يكون دائما صوتكم مسموع، ولابد أن صوت الغضب أن يستمر في كل أروقة النظام الذي يضطهد كل يوم شعبه. لابد لهم أن يعرفوا أن هناك مقاتلون لن يستسلمون عبر العالم، وسيظلون يقاتلون من أجل حريتهم ونريد الحرية الآن. نحن نريد الحرية الآن، ونريد نظام ديمقراطي لكل الشعب الإيراني ولكل الإيرانيين الأمريكيين في الشتات. نريد أن نذهب في هذا الطريق إلى آخر، حتى يذهب الرئيس والسنت يدعمون هذا القرار. دعوني أشكر كل أصدقائي وكل زملائي هنا الذين جمعونا هنا. نحن في معركة حتى تستقر الديمقراطية بشكل قوي في بلادنا الأم وإيران. شكرا لكم. شكرا لك أيتها الرئيسة. Thank you very much. Here, Sheila Jackson. شكرا لكم. Thank you. Well, ladies and gentlemen, that concludes this press conference. But the struggle for Iran's freedom will continue until it is won. دعونا نقول أن المعركة في إيران من أجل الديمقراطية سوف تستمر. نحن نحارب من أجل حريتنا كأمة. وهناك وأبطالنا الذين قالوا أن هذه هي الوقت الذي نجرب فيه أو يضحي فيه الرجال بحياتهم. إن كل من يقف الآن لابد أن نشكر جميع الرجال والنساء الذين يقفون الآن. هم مفخرة للأجيال القادمة. سوف ينظرون إلينا الأجيال القادمة وإليك سيدة رجافي، لأنك أنت من سيصنع الحرية أو إيران جمهورية حرية حرة علمانية غير نووية. وأنا سوف تدعين الأجيال القادمة الدولة التي يستحقونها. أنا أقول أن العام القادم سوف يكون هذا الاجتماع في طهران. أشكركم جميعا، لقد كان من دواعي الفخر أن أجتمع معكم، وأنا سعيدة بأنكم قررتم أن تدعمون مقاومة الشعب الإيراني ومقاومته ومظاهراته. نحن هنا ندعم السياسة الخارجية في إيران، والمقاومة الإيرانية والشعب الإيراني لن يستسلموا. وشكرا لكم جميعا، وبارك الله فيكم.